غايه الصوم. غايه الصوم ده من الامور المهمه اللي يمكن من واحنا صغيرين بنتساءل يا شاهيناز هو احنا بنصوم ليه؟ احنا ما نعرفش هل هو كان ده بناء على طلب من المولى عز وجل في وده في الشرع الاسلامي الحنيف وفي ديننا وفي القران، ولا هل الهدف من ده هو التدريب من قبل برضو المولى عز وجل على ان انت ازاي تتعامل مع ظرف من الظروف بشكل او باخر، وهو ان انت تحبس نفسك عن الجوع او عن الشرب. يعني كنا اطفال ما كناش فاهمين ده. بتدرج الوقت بدا الواحد يتعرف شويه شويه على ده ويعرفه لاولاده، وده بالطبع يعني هيبينه لنا بشكل اكتر الدكتور اسامه فخري مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه حول غايات الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجمع بها روح المصلى عليه بالمصلي عليه. رسالة دعوية جديدة من خلال هذا البرنامج العتيق صباحنا مصري. ورسالتنا اليوم تحت عنوان الغاية الرئيسة من فرضية الصيام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. فالغاية الرئيسة من الصيام هي التقوى، والتقوى مأخوذة من الوقاية. وحين يسمع الإنسان منا كلمة الوقاية فيجب أن يدرك أن هناك خطرا عليه أن يقي نفسه منه. فالإنسان لا يقي نفسه من بيت يجد فيه الراحة والهدوء والسكينة، الإنسان لا يقي نفسه من زوجة مخلصة أو من طعام طيب، بل هو يقي نفسه من الأخطار، يقي نفسه من الارتفاعات، يقي نفسه مما كان سببا في الأمراض والأوبئة إلى غير ذلك من الأمور. ما هو هذا الخطر الذي يجب على كل إنسان منا أن يقي نفسه منه؟ الله سبحانه يقول: اتقوا النار. كل ما من شأنه أن يكون سبباً في أن يدخل الإنسان النار على الإنسان أن يقي نفسه منه. وحتى يستطيع أن يقوم الإنسان بذلك فعليه أن يلتزم الأوامر والنواهي الإلهية، أن يلتزم الأوامر بحيث يأتي بها، وأن يلتزم النواهي بحيث يجتنبها. وهذا ما نستطيع أن نسميه أن الصيام يعلم حرفية الصنعة. هناك صانع وهناك حرفي. الصانع هو الذي يوجد أمرا معدوما، والحرفي هو الذي يقوم بصيانة الصنعة. ولما كان كل إنسان منا هو صنعة الله سبحانه وتعالى، فمطلوب من كل إنسان منا أن يكون حرفيا في هذه الصنعة. كيف يكون حرفيا؟ أن يقوم بصيانة هذه الصنعة عن كل ما يؤذيها أو يسبب لها الألم في الدنيا أو في الآخرة. هذا لا يكون إلا إذا صوم كل الجوارح عن كل ما نهى أو حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نريد أن نبلغه اليوم في هذه الرسالة العميقة. الصيام غايته التقوى، والتقوى أن تصوم كل الجوارح، أن تنزه كل الجوارح عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. هناك آيات ثلاثة أرجو من المشاهد الكريم أن ينتبه إليها. الأولى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا أردت أن تكون من الفائزين فاستمع إلى الآية الثانية: إن للمتقين مفازا. إذا أردت أن تكون من الفائزين فعليك أن تكون من المتقين. فإذا أردت أن تكون من المتقين فاستمع إلى الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.